السلام عليكم، صح افطاركم وان شاء الله راكم كامل بخير. كما قلنا لكم من قبل، اليوم كاين لايف مع اللاعب السابق لمولودية الجزائر، هو فوديل دوب. كالعادة ان شاء الله اسئلة باحترام وجوز وقت شباب معاه. مرحبا بكم كامل، دوك نطلعوا. مازال ما كونيكتاش، بصح دوك نوضعو له كيفاش. اه طلع معانا دوب، دوك هكذا انفيتيوه. صح فطورك بصغير. السلام عليكم. واش خو؟ صح فطورك. صح فطورك خويا. لاباس حبيبي. والله ربيان انت بيان خو. والله الحمد لله. دوب امسح برك لاكام ديالك، كان شويه مضبه باش يشوفوك بيان. مسحتها مي ما على باليش كي صرا لها. علاش؟ مسحتها نورمالمون ولا ناقصها الضو؟ بالك الضو الضو ناقصها واقيلاه. معليش. هكذا راهي مليحه ولا راك تبان بيا برك، هاي شويه شغل الضبابه فيها، امسحها شويه برك. اسنا تشوف. والله ما نعرف انا يا اخو. معليش معليش والله ما على بالي بالك الدوري ناقص اخو. اسنا تشوف معليش. دونك نبدل بلاصه. اسنا تشوف نبدل بلاصه. عطيني الكرسي. قوم ديال قوم ديال. اسنا تشوف الكرسي برك. بسكم ظلامه شويه هكذا. صباح طريب اكتبان طريب. يلا هنا هكذا مليحه اكتبان هاي. يا بيا واش حبيبي؟ صباح خو. صباح خويا لاباس بيان. صح رمضانكم خو. الله يسلمك وانت زاد. الله يحفظك خو. كيفاش راك تجوز مع رمضان؟ صباح لاباس. نعم والله غير. كيفاش راك تجوز رمضان في ديال الغربه؟ نجوزو مع الدار خوياكم توجور مع الدار. راني في طروا وكاين لعب صيفي. الله يبارك. انا مع الدار ومع العشيه هكذا كملوا الفطور. روح الواحد الواحد يروح يلعب شويه دومين مع الاحباب كذا تعرف. وكيفاش الحاله مع الحجر المنزلي هذا مع الوباء؟ والله غير نورمال يا خو. كيما نقول لك مكتبه هذه، الواحد لازم كيفاش نقولوا ريسبكتي وخلاص. هذا ما كان. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا الوباء يروح وتعاود تولي لا في نورمال. الا بروف الناس هجرت الجوامع حتى ربي غلقهم عليهم، قال لهم واحد ما يستحقو يجي عندي. وان شاء الله كيفوت هذا الاخر ان شاء الله تكون الرحمه وتعاود تولي الدنيا، كل واحد يقرب لربي وخلاص. امين ان شاء الله. فوديلك تقوم عندك بروجرام تاع سبور تاع رياضه تقوم به مع هذا الحجر المنزلي؟ والله تعب بصح يا اخو ما نكذبش عليك. من 2013 ما زدتش لعبت كاع بالون. وعندي شغل عندي شغل بروبلام. عندي دي شيرور في رجلي وعندي البعج. عندي بزاف البعج في رجلي. في قلت لك في كرشي عندي دو فوا. انا ندير اوبيراسيون ما نجحش مع اللي خرج من هذيك الوسمه من هذاك الحراش هذيك المحنه. دونك شويه الواحد راه شويه لي بليسير راك تعرف. كي واحد كيكبر شويه يولو عنده شويه يمرض كيما كاع الناس. نعم نعم. فضل نبداو على بركة الله. نبداو خويا الأسئلة وأنت تجاوب بالعقل بعقلك، وسؤالي ما يعجبكش قولنا ما نجاوبش ديالك. والشعب هو يستفيد. لا نجاوب عليهم كاع إن شاء الله. على إن شاء الله. فضل أنت خريج مدرسة المولودية، لعبت فيها من عام 1994 إلى 2002. حدثنا عن تجربتك في المولودية. التجربة في المولودية هي التجربة تاعنا انا. وقتاش قلت لي وقتاش بديت المولودية انا؟ من 1994. يعني مع الاكابر لي جونيور ديالك درتها في 1994. لا لا بديت ايكول. بديت ايكول في المولودية. نعم نعم سمعتني. مقبل 1994 انا اخويا انا بديت في 84 في المولودية 84. نعم بديت 9 سنين 10 سنين بديت في المولودية فهمت. حتى ل 2001 2002 فهمت. كان عندي جونيور لعب في 92 93 رحت للسيال كل في المولودية.
صار لي مشاكل اون جينيور، فهمت؟ ما كانوش يلعبوني والاخر وكذا، شغل حوست انا باش نلعب. صار لي بروبليم مع اونترينور اللي فات، مات ما نجبتش اسمه، فهمت؟ ومن بعد رحت سي ال بي، لعبت عام في سي ال بي، عاود رجعني عبد الكريم بيرا، عاود رجعني للمولوديه عبد الكريم بيرا 93 94، عاود رجعني عبد الكريم بيرا. هذاك العام دينا كوب دالجيري، بريمير كوب دالجيري في ليستوار تاع مولوديه كانت هذاك العام. ومن بعد طلعونا سينيور، الحق جرس بيرا اللي مد لي نون تاعي باش طلعت سينيور. ديجا في وسط العام طلعت سينيور، اللي دارني ماتش نهار المولوديه كاتاكات، الى شفت نادرو ماجياس كاتاكات ماركات طبها هكذا. ومن بعد طلعت سينيور، بدينا نلعبوا كيما كاع الناس نحبوا مولوديه نلعبوا فيها، حتى لحقنا وين درنا اسم فيها والحمد لله. نعم. دوب فوضل، أنت ابن حي شعبي معروف، هل حبك للمولودية هو من قادك لها؟ يعني كنت تحب مولودية من قبل ما تلعب فيها؟ يا سير كنت تحب مولودية قبل ما نلعب فيها، هذه اوفيسيال، ما تنجمش تروح الايكيب تلعب فيها بلا ما تحبها. انا ما نلعبها لكش، نقول لك باللي مولودية فريق القلب، ومن بعد كي نروح نلعب في الحراج نقول فريق القلب، ومن بعد كي نروح السير نقول فريق القلب، ومن بعد كي نروح لياسما نقول فريق القلب، كيما يديروا دركا. دركا يكون يلعب مولوديه غير يروح مولوديه يدي تيتر في ليازما يقول لك فريق القلب، ومن بعد يروح من ليازما يروح يلعب في عنابه يقول لك فريق القلب، ومن بعد يقول لك شايف هذه اللغه هذه ما شغل حاجه كتكبر بها تحبها ما تنجمش تبدلها، فهمتني؟ وقالت على بالي بلي راك راح تلحق لا كيسيون تاعي اللي راني نتسنى فيها انا، قانيت حاجه اللي تحبها كيما شرحت منها وراك على بالك، وان شاء الله عباد راح نزيد نهضرها بور لا دانيير فوا باش ما يزيدوش يهضروا الناس، باش كاين الناس بزاف اللي ها سيرتو دوكا في باج مولوديه ما يشوفوا فيك غير مولوديه تما اللي يسحقوا هذيك العريضه. انا على بالي لا كاين عباد اللي يهضروا كلام واحد اخر يقول لك راح من مولوديه كي هبطت وكذا، كي نلحقوا ليها نحكي لك كيفاش رحت مولوديه انا. نعم فهم. فوديل دوب، انت من اسره رياضيه معروفه في الجزائر، وعندك خوك منير دوب لاعب سابق للمولوديه، هل هو اللي حفزك باش تلعب مع مولوديه تبقى مكمل في مولوديه؟ لا ما حفزنيش هو، او كونترير هو كي لحق المولوديه حاوزوه في 92 كانت، كي راح هو السي ار بي رحت انا السي ار بي، فهمت؟ كاين بزاف اللي ما على بالهمش بهذا الحكايه، كي راح هو رحت انا كانت شغل حقروه، وزيد انا من الفوق زيد شغول خفت له كان يصرى لي كيما صرى له، فهمتني؟ ومام كي رحت السي ار بي راهم مازالهم لي جوار تاع دوكا اللي لعبوا معايا في السي ار بي، لا مايا غلوبي سفيان، لا مايا واحد فطاحين، لعبد مالي جوال سي ار بي، كنت بيتر سي ار بي كانت، فهمت؟ كيعاودوا رجعوني مولوديه الناس باش تكون بلا، ما كنت مولوديه من ليكول حتى الجينيور لي كاتيغوري كنت نخرج بيتر، ماشي توجور بيتر، مي كنت نخرج بيتر لا بلي بار دي طون في لا سيزون خرج بيتر. في ليكول ماركي 34 بيت 34 بيت، فهمت؟ وكان معايا باشطه، وليد باشطه نادر كان يلعب 10 كرون جوار، لا غالب ما يساش طلع لفرنسا اللي هنا راهو يخدم في واحد الراديو. المهم انا كي راه خويا ما حبسنيش خويا، كونترير تما وين زدت فشلت كي راه هو، مي شنو كيعاود عيط لي عبد الكريم بيرا، عاود وليت امبوزيت روحي تسمى شغل، عاود وليت بهذيك النيه تاع لازمني ننجح، فهمت؟ باسكو كنت غيرت المسار تاعي في لاكارير تاعي، لعبت اون جان لعبت غير في سي ار بي عام باسكو صرالي اوبستاكل، هذا ما كان سينون كنت راح نقعد اون جان في المولوديه، وتعرف كاين الحقره دي فوا في لي جان، وكاين دي جان كاين في المولوديه اللي تبرزاو على بروف، كيما درك هذيك ما كانش من السيرار وين تلقى ان جان يطلع سينيور في المولوديه وليد مولوديه، دونك ما كانوش عنصريا، دونك كاين اللي يجيبو انت من برا ويجيب لك البليس خويا، ماذا بينا كل عام مولوديه تدي تيتر، مي شنو شغل طولت ما جات شامبيونه كانت مولوديه من 2009 هكذا صح، شغل لي كوب دالجيري صح، لي كوب دالجيري شغل شغل سان بوني سان بور موا، باسكو الشامبيونه هي حلاوتها 30 ماتش وكذا، كوب دالجيري عندك سان ماتش لحق الفينال، فهمتني؟ انا مش نهضر من باب العنصريه ولا مي شنو لا فورماسيون، شويه يكونوا ولاد مولوديه دي فوا تقول مليحه يكونوا ثلاثه اربعه طالعين من ليكول، شكون يحسوا بلي كولر كذا صافي، با دير بلي راهم يلعبوا ما يحسوش بلي كولر، انا راني كونتر هذه تاع زعما قال جوار براني ما وجدش مختار يكون نو، سا ديبون العقليه تاعو، ما كاينش اللي يحب يتسب في التيران، ما كاينش اللي يحب يخرج ماشي بيان ماشي داير الماتش تاعو، ما كاينش اللي ما يحبش يغنيو عليه في الصداد، دونك هذه هي كاين عوامل اللي يدخلوا من لي كوتي، فهمت؟ والدليل على ذلك البطوله 1999 بولادها، 2010 بولادها ايضا، يعني بليزيسبوار
هذيك هي الثوره الصراحه تاع انا المولودين. شوف، انا في 99 كنا 13 جوار سينيور، والباقي سبعه اسبوار، كان مسعودي الله يجيب له الشفا، كان عكوير، كان بالعيد، كان كانوا دي جوار، وكنا حنايا، كنت انايا، كان ياس فطاحين وليد مولوديا، كان بون خلينا مولاد مولوديا، انا منحوش على ولاد مولوديا، والله انا نحوش اللي يحب مولوديا. فاهمك نعم. نعم. مولودية وتحب مولودية هذه هي. نعم. دوب فوديل نذكرك بشخص عزيز عليك وهو الوالد ربي يرحمه، هل كان من المشجعين لك للعب في المولودية؟ بنسير كان من المشجعين تاعي باش ننجح، انا باش ولا بالك، انا بابا الله يرحمه كان يحب لي ياسما، فهمت بكري، كان نعم يحب لي نعم ياسما، فيها نقصد سؤال. دونك ايه كان يحب لي ياسما، الواحد ما يكذبش، واحد ماشي زعما قال ايه بابا وكذا، انا بابا كان ماذا به وليده ينجح، وانا كنت نحب مولوديه، فهمت، انا حبيت ننجح في المولوديه والحمد لله لحقت وين درت اسم في المولوديه وكذا، والاخر مي شنو كان دائما مورايا لي ماتش كاع يشوفهم، كان يجي يشوفنا لي ماتش كوب داجيري جينيور قاعد دي بلاصه معانا يشوفنا في تريبين، جامي يشوفونا، كي ندخل للدار يقول لي بلي كنت في الصاد وكش درتها وكش ماركيتها وكذا هكذا، انا يعني جو بو تيمواني، نجم نقول لك شوف مع عبد الكريم بيرا ينجم يعطيك ليستوار تاعي، عبد الكريم بيرا ماذا بيا باسكو، شوف كاين عبد الكريم بيرا، مصطفى بيسكري، هذوما ملي كنت جون وانا معاهم، فهمتني، مام علي بن شيخ حكمني اميني وحكمني جونيور، فهمتني، دونك كما يقول لك، كيفاش راح نقول لك، انا كاين دي زونترينور اون جان هما يشاهدوا عليا، ما نهضرش على روحي باسكو ما لحقتش اون سينيور، باسكو فوضي وليد حي الشعبي ولازم يطلع، ولا لا لا، هي الاولى رجليه والدوزيام حب الفريق. نعم فوديل، منذ أيام مرت علينا ذكرى عيانة وهي مؤلمة نقول، وهي ايه ذكرى سقوط حسين قاسمي ربي يرحمه زميلك السابق في المولودية، حدثنا عن المرحوم وعلاقتك به. شوف يا اخو، كيما نقول لك ربي يرحمه ويوسع عليه، هذيك الموت تاعو كاع جاتنا شغل صدفه، مسكين الله يرحمه يا خويا، بون فوتنا قبل عام شامبيونا، عام فوتنا في 97 18 فوتنا عام شويه كحل، فهمت، شويه عيالنا ذاك العام، ومن بعد جا عام شامبيونا، بون في عام شامبيونا شغل واش راح نقول لك، ماشي عاوننا، عاوننا بزاف، باسكو يشوف كوب داجيري في وسمو في وهران مع سعيده مركز زوج، في بوفاريك مركز زوج، مع ماركا مع اليو اس ما دخل ايجاليزا دوزيام بيت، دونك كيما يقول لك شغل انسان اللي يحب ينجح في المولوديه كانت، مي الله غالب نشوف انا هذاك الوقت ماشي هو اللي يحب يروح لجياسكا، شغل جا لونطريمون قالوا له بلي يا ودي فوالا باش تروح جياسكا كورت كامل تما هكذا، الحق راح يبكي، الحق يعنق ويبوس مسكين فينا وكذا، الاخر شغل تولفنا راك فاهم، وراح مسكين جياسكا الوقت اللي بدا يشعل فيه في جياسكا، والاخر ربي جاب المكتوب تاعو راح الله يرحمه، انا نقول ربي يرحمه كما قلت، تقعد ذكرى سيئه لكاع الجزائريين ماشي غير مولود الجزائر، آمين. باسكو نعم فضيل، إذا تقدر تبدل مكان برك الكونيكسيون ديالك هي تروح وتولي ما فهمناش، هذيك هكذا راهي نورمال، كاين الناس تقول لك الصوت ماهوش يلحق، أنا راني نسمع هكذا فيك هكذا راهو يلحق أو يلحق الصوت، نعم كاين الناس تقول باللي الصوت ماهوش يلحق لهم. لا دوك هذيك نورمالمون سي بون نورمالمون. فوديل دوب، مدرب كنت تحبه بزاف وهو المرحوم كرمالي ربي يرحمه، حدثنا عليه وعلى طريقته في التدريب. عبد الحميد كرمالي قبل ما نلحق ليه انا وسينيور، ديجا كان دا كوب دافريك في 90، دا كوب دافريك في 1990، وكان حكم مولوديه في 88 89 نهار صرات هذيك تاع الاخر، كان كلاسي برومي نشاو كاع وصرا هذاك العام في بالعباس وكذا، عبد الحميد كرمالي انسان خدام وقليل الهضره، يعني باش ما نكبروهاش وكذا، الاخر سيدي يخدم في التيران يخلص الخدمه تاعو، ما يزيد يحوس عليك ما والو، يلقاك ماكش اون فورم والله ما تلعب، يلقاك اون فورم ما يحقركش، وكان معاه كانت مصطفى بيسكري هذاك العام، يعني كانوا يخدموا بين زوج،
وهذاك العام تاع 99 يعني في التقليعه، في التقليعه قلعنا التقليعه، ربحنا دو ماتش، ربحنا بريمي ماتش مع حجو دوزيام مع تلمسان، تما شغل بانت باللي رايحين نديروا اون سيزون، والحمد لله تسمع عام كومبلي خسرنا دو ماتش وكنا شغل عائله واحده. كما يقول لك شغل هذاك العام تحب بصح يا خو، عام سبيسيال بور موا انا في المولوديه، واش لعبت كاع في حياتي في المولوديه، عام 99 ما يتقارن مع حتى عام اللي لعبته انا في المولوديه، فهمت؟ باسكو ابري 99 المولوديه كسبت، كسبت دي جوار وكسبت فرقه وكسبت دي جوار ملاح، مي الله غالب ما على باليش توجور لو بروبليم تاع لا بريسيون، وكاين دي جوار ما يحملوش لا بريسيون وكذا والاخر. وانا نظن باللي انا لعبت المولوديه بكل تواضع، جامي اللي حسيت بلا بريسيون في المولوديه يا خو، نكذب عليك او كونترير، انا كي نشوف الصاد معمر ونشوف الغاشي مورانا، مام سبان مليح، سبان من ذاك رجعت، رجعت تخمم ونعرف. نعم فوديل، موسم 1999 لك تتكلم عليه يعتبر من المواسم التاريخية للمولودية، بالنسبة لك من أحسن المواسم، احكي لنا عليه شوية. شحال كان عليه؟ يعني قلت لك حنا في 99 ديجا دي ديبي ما كناش دايرين في بالنا شامبيونات، باش تكون على بالك سيتي با اوبجيكتيف، كانت اوبجيكتيف، كانت اوبجيكتيف تاع نديرو سيزون اونورابل. كي تروح انت تهضر مع لي ديريجون يقول لك بلي هذا العام لازم نديرو سيزون شابه، وكانت مولودي عندها بزاف ما لعبت لك وبدا فيك، لا والو والو فهمتني. لا بروف جاب ريكريتمون، ريكريتمون جبنا، جبنا غير بورحلي الا ما كذبتش ورحموني، وديجا حامد كان، كان غير بورحلي ورحموني، يعني ما كانش اللي باقي كاع اللي كنا زعما ريكريتمون هذاك العام ما درناش، ودريش لا لا دريش جا عام من قبل، فهمت؟ كانوا دي جوار دايرين، دي جوار نورمال، دي جوار موايان ماشي دي كرون جوار. مي مع كي طلع قلعه الشامبيونه شغل بدات تبان لنا باللي قادرين ندو الشامبيونه، كانت تبان لنا باللي قادرين ندو الشامبيونه. عندك مشكل في الانترنت. كملنا العام هذاك يا خو، كنا نربح. فوديل عنده مشكل في الانترنت للاسف. وي فوديل عندك مشكل تاع انترنت، هاي تجي وتروح بالك لا كونفريم عندك. لا 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 الانترنت تاعي مليحه، الانترنت تاعي مليحه، راني بدلت بلاصه ما على باليش دوك، راني بدلت بلاصه دوك وما على باليش. هاك دارك تبان دوك، هاك بيان تبان مليح. ها هاك تبان مليح هاكا فوديل، هاك هايل. ايه بصح ما سقسيتنيش على تريكو تاع مولوديا، كيفاش راه عندك في الغربه تريكو تاع مولوديا، هذه ما سقسيتنيش عليها. نعم انا اللي حق لك ليه، ما تخافش كاع كاين اسئله. فوديل ثنائي دوب وصيفي، حتى الشبان تاع هذا الوقت يقول لك تمنينا لو نشاهدناهم في التشكيله الاساسيه، يعني دوكا مازالهم يتمنوا يزيدوا يشوفوكم تلعبوا في المولوديه. ما سر ذلك؟ الناس بقات تحبكم، بقات الشهرة تاعكم، بقى الاسم صيفي دوب تشكيلة، ما الناس ما قدرش تنساكم. يا سهل، احنا في 99 كنا انا وهو ورحموني كانيت، كانيت رحموني كانيت، كان عنده ان جروب في ليكيب الحق، الله رحموني، كاين دي ماتش اللي جابهم لنا بوم، جابوا لنا هو وحده جبناهم كاع كيف كيف، يعني كل واحد يمد زياده. مي انا وصيفي ديجا كنا ضاربين عامين كيف كيف قبل ما يجي رحموني، لعبنا كيف كيف عامين، دونك شغل توالفنا شويه ومع لي ديمارينا، وجا كرمالي، بلا كرمالي هو اللي لقى لنا لي بوست تاعنا، باسكو صيفي قبل ما يجي كرمالي ما كانش يلعب ميليو تيران، كان يلعب في لاطاك افون سونتر، ابري كي جا كرمالي، كي جا كرمالي رجعوا يلعب ميليو تيران دروا، ورحموني ولا يلعب ميليو تيران كوش، وانا نلعب اون بوانت، شغل انا في لاطاك الاخر، ولينا نتفاهموا هكذاك كيما يقول لك ماشي بالخزره، مي شنو نقول لنا، كنا نتفاهموا كي يحكم بالون على باليش راح يدير به، كي نحكم على باليش راح ندير به، شغل حافظين لي روبير ديالنا انا وياه، فهمت؟ وبزاف جانا رحموني بالاكسبيريونس ديالو، يعني زيد كوشي وكذا، زيد ساعدنا بيا ودينا الشامبيونه هذيك والحمد لله. فوديل بعد تحقيق البطولة شهدت المولودية هجرة بعض اللاعبين، وهذا ما أثر على مردود الفريق، المولودية تسقط للقسم الثاني، يقول لك لماذا تركت المولودية بعد سقوطها رغم أن الفريق كان بحاجة لأبنائه من أجل العودة إلى القسم الأول؟ صحيح، هنا دوك هذا، انا هذا هو السؤال اللي كنت نحوس عليه انا، باش ما نزيدش نهضر كاع في هذا البروبليم، انا
باسكو لي فري اللي لحقوا لك 99 و2000 و2001 يعرفوا، ولي موفيز كال هذوك اللي قعدوا يهضروا برك باش يهضروا، دوك انا راني نهضر حاجه تخصني انا وهضرتها وهضرتها من 2001 نهضر فيها واحد نحب يسمع. دوز نقولها لك، انا في 2001 كي هبطنا ماركيت 14 بيت، كنت بيتر في ليكيب والتاريخ ما يتمحاش، فهمت؟ يروح يضربوا الاخر يلقاو شحال ماركيت، ماركيت 14 بيت. وهذاك العام كانوا عندنا كاع دي كونترا يموتوا في 2003 يا كانت الخليفه. انا كي هبطنا رحت ليهم لمتهم في الفيلا قلت لهم انتوما اللي هبطتوا ليكيب، فهمتني؟ هاك سمع ما ادري اش هذاك الجاست انت، فهمت؟ قلت لهم قلت لهم انتوما اللي هبطتوا ليكيب، واش داروا لي؟ داروا لي طلاليز ديال ليبيري وقالوا لي جيب دراهم باش نليبيريوك، فهمت؟ قعدنا نهضر فيها ونعاود نهضر ونعاود. ليبيروني انا وليبيرو واحد وليبيرو للزوم وليبيرو العزيزي، ليبيرونا حنا ولاد ليكيب صافا. للناس اللي تهضر كاين اللي يقول لك باللي ولاد ليكيب راحوا وقعدوا وقعدوا البرانيه، لا 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 انا ماشي برانيه بور موا بن علي وعاوز يصلاطني معانا كاع ياسين. انا بن علي بور موا ماشي براني، بن علي من 91 ويلعب في المولوديه هذاك العام وليد ليكيب كانت، فهمتني؟ انا حاوزوني وما بقاش نجبد في الاسماء، وهاد شكون يحاوزني وعلى بالهم كاع شكون اللي كانوا بريزيدون وكذا، الله يسهل عليهم. حاوزوني كيفاش؟ عطيت لهم 150 مليون، بابا الله يرحمه هو اللي داهم لهم بارشاك باري، فهمت؟ عطاوني كوارتي ما على باليش وانا رايح خويا. ما نزيد نقول لك حاجه، نيغوسيت مع بليده انا واحد واحد رفد الدراهم 160 مليون، وانا ما حبيتش نرفد الدراهم، كنت نستنى يعاودوا يعيطوا لي ما عيطوليش. ومن بعد واحد عاود ولا دوك نحكي لك الحكايه كش ولا واحد، ومن بعد عيط لي عيطوا لي سي ار بي الفكير الله يرحمه، ورحت نيغوسيت معاه عاود وليت ما حبيتش نسيني، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله. ومن بعد هذيك كيعاودوا عيطوا لواحد سعدي نور الدين، عيط عيط لي واحد انا ما عيطوليش، واحد عاود ولا ضربوا واحد الربع ايام وانا نسنى فيهم ما عاودوش عيطوا لي كاع خويا، عيط لي حناشي كيفاش انا ما نسينيش. تسمع رحت المولد ديال 2000 نحبس فوتبال هكذا ولا لا؟ لا رحت سينيت في جي اسكا نيغوسيت مع البليده ونيغوسيت مع مع السي ار بي وعيطوا لي الموك هذاك الوقت دمي غراب بالحياه مازالوا ما حبيتش نروح، قلت ريح انا في الجزائر بالك يعاودوا يعيطوا لي مولوديه بالك يندموا، ما حبوش يعيطوا لي خويا. واللي راهم اللي كانوا في الكوميتي دي سيبورتير يندموا يزيدوا هادوك يزيدوا يفهموا الناس باللي صح واش راني نهضر انا، فهمتني؟ دوك ولا الناس حاب تدخلهم في بالهم اللهم بارك، ما حبش تدخلهم في بالهم كل واحد ولا كونسيونس ديالو. انا المهم اقسم بالله ما رحت من المولوديه حوزوني، هذه هي بعد رحت لشي اسكار مليحة الصراحة فضيل، ما نزيد سمعك لهنا خير لا وراك على المباشر. شوف شوف ماشي لي شوف، هي ما عندها هي ما عندهاش هي ما عندهاش ثلاث ايام ولا اربع ايام. شوف خويا خو خويا حمزة ما عندهاش ثلاث ايام ولا اربع ايام، داروا تصويرة تاعي مولدية ان فو وقيلات ولا الله ما على بالي، انتم درتوا تصويرتي واحد كومونتا قالوا ما هذايا كي هبطت مولودية خاين راح من المولودية، جبت به الصباح على بالك بلي كومونتير وندم باسكو ضربت على عمرو لقيت في عمرو 23 زون، كي ديت انا كي رحت انا مولدي كان في عمرو عامين خويا كي ما ضحكوا له، فهمت؟ ولا يقول لي يا ودي اسمح لي اه، وانا وانا جلست في التلفزيون شحال من خطره وهدرتها وهدرتها وهدرتها. تسمى هكذا راني لابس تريكو هذا تسمى راني راني نحشي شغل نوري الناس بلي انا نحب مولوديا، ما نوريش بلي نحب مولوديا، انا نحب مولوديا كاين الناس يعرفوا بلي نحب مولوديا، ولاد حومتي على بالهم تحبس تما. تسمى دوك يجي واحد كيما هذوك اللايف معاك ما نكذبش عليك، ما قلت بالك من ندير لايف يدخلوا الناس يسبوا، واحد يقول لك راح من المولود يا وكذا لو بصح معليش ناسيومي انا نورمال ما كاش اللي يقدر يسب فيسك الناس كاع راهي تسمعك شغل راهي تسمعك إيه حاجه اللي ما سمعتهاش من قبل. اسمعني راني نحكي لك في لا فيريتي مانيش نزيد عليها، لو كان زعما لو كان زعما نزيد لك عبسه نزيد لك عبسه. انا مولوديه هاديه او خالف محي الدين مازالو حي، روح سو خالف محي الدين عيطوا لي النجم الساحلي في 2000 2000 كي راح صيفي وزاد راح رحموني عيطوا لي في 2000 قسما بالله ما رحتها اقسم بالله. قال لي جواد زيد كمل العام، قال لي يجيك كونتاكت واحد اخر تروح، ما جانيش كونتاكت. نعم سؤال اخر يقول لك من هم المسيرين الذين اجبروك على المغادره؟ اذا ما حبيش تجاوبها ليش؟ لا لا نجاوب دي مسعودي يعني ما دوك جازت جازت انا ما مسعودي ولد حومتي مسعودي تركي هذاك دوك انت تجيب لي حاجه تاع 20 اون للور كشغل كشغل دوك هذيك زعما شغل نحب نبري روحي ونبين روحي بلي حاجه كبيره مسعودي تركي وليد حومتي كانت قضيه تاع فوتبال بيني وبينه شغل ما حبوش يخلوني في المولود خويا انت تنجم كيفاش نعطيك مثلا نجم تتزوج امراه ما تحبهاش تقدرش
صح وذاك ما ريسكي ما يحبونيش يا خويا ما نريحش ورا البروبلام المودول ماشي عطاوني كوارتي ولا باعوهم ليه نعم وسقسيهم طب ما شغلة سعودي تركي سقسيه انا جيت لي فاصون هو على بالي بلي يحب مولوديا كاع يعني يجي على بالي بلي ديجا كنت انا نلعب انا بمولوديا كان يجي دي بلاصي معانا وكذا كان يمد لنا لي سيرفاتمون كان يخدم لي سيرفاتمون تاع مولوديا وكذا كان يمد لنا مي واحد كي يكون في المسؤوليه ومسؤوليه كبيره بالك شاف بلي انا ما خرجتش على مولوديا ولا بروف رحت انا مولوديا عاودوا طلعوا في عامهم ما مولوديا ما حبستش بلا بيا عاودوا طلعوا في عامهم او كونترير زادوا بانوا دي جوار زاد بان ابراهيم شاوز زاد بان كريم ايت عثمان زاد بان الاخر ومن موراها زادوا يلعبوا لي كوبا راب وداروا الاخر وكنت نطلع للاستاد وكاع والحق بيا الوقت وطلعت اللي داني طوليت نطلع نشوف لي ماتش في الفيراج مع لي زيطرا نورمال نلحقوا له سؤال هذا كبسوله تهموك في ترتيب المباريات وتسهيل مهام فرق اخرى هل هذا صحيح؟ وش من ماتش بصح كي يتهموني وش من ماتش؟ ما نقدرش انا تالي تقدر تجاوبني كان كتبوا في جرائد شكون واش من جرائد في المولودية بكري مانيش نهضر لك على دوكا ما كانش كاع انا في حياتي ما سمعتش هاد الهضره عليا فهمتني هذا اللي عطاك لك سؤال قول له في حياتي ما سمعتش الهضره عليا ولي عنده كاش حاجه يجي قابلني بها كان ماتش واحد تاع مولودية القبه ما خدموش كبسوله درنا ماتش نير 0-0 درنا في القبه هذا ما كان انا ما على باليش ولا مخدوم ولا ماشي مخدوم باش نتفاهموا درنا 0-0 الله غالب كيما يقول لك عام هذاك حنايا كنا اللي نحكموه ما نرحموش نربحوا البرا ونربحوا الداخل خسرنا في مستغانم وخسرنا مع السي ار بي في الفاونت هذا ما كان دونك جامي في حياتي خدمت ماتش خويا نعم وسيرتو في المولود يا نعم ثم تنفي هذا السؤال نهائيا كاع ها قلت لك تنفي هذا السؤال نهائيا ما كاش منه يا ودي باش من ماتش اللي نخدم انا نخدم ماتش بكري ما كان لا تليفونات لا فيسبوك لا والو بكري باش تخدم ماتش لازم تخمم لهم الافريل تخدموا في جوان زعما ما بون التعاون موديل هل كانت لديك صداقة مع لاعبي الفريق الغارم اتحاد العاصمة؟ بيان سير لي جوار تاع لي اس ما كاع كانوا صحابي ماشي واحد ماشي زوج بون ماشي شكون اللاعبين هذوما؟ كان صاحبي حمدود كان صاحبي تزيري بلال كان صاحبي منير زغدود مليح كان صاحبي مزاير هشام بيان كان صاحبي بورح لي انتيكو بيان كيما جبدوا دعايه نهار بورح لي قال لك بلي فوضي اللي حاوزو او هضرها في الهداف وهضرها في لي بلاطو كاع هضرها قالوا بلي فوضي صاحبي وخويا وكذا فهمت شوف راح نقول لك حاجه في الدنيا هذه كاين تلقى اللي يحبك وتلقى اللي ما يحبكش فهمت انا نتقبلها انا ما نحب حتى واحد يحبني فورسي مي شنو باش ما تحبنيش باسكو تكرهني باسكو الشخصيه تاعي انا ديرونجيك لا الا تكرهني امر اللعب ما كانش مشكل ولا تكرهني كشخصيه لا ما نقبلها لكش انا من نديفوندي على روحي نلقى واحد زعما شغل يكرهني ولا فهمت الشخصيه تاعي ديرونجيك خويا ما تهضرش معايا ماشي تروح مور المواقع الاجتماعيه تبدا تكتب هذا خاين وهذا هكذا وهذا انا باسكو في حياتي ما كتبتش على واحد الشر ما قري نكرهو نجوز عليه طب ومازال ما شي واحد نكرهو فوق الارض على كل حال نعم فوضيل لماذا لم تحترف مثل صديقك صيفي هذه هي فوضيل سمعت سؤال نعم فوضيل لماذا راك تسمع فيا لماذا لم تحترف مثل صديقك صيفي الو واش قلت لي لماذا لم تحترف مع مثل صديقك صيفي بصح انا احترفت رحت للترك عاود وليت ضربت شهر في الترك وعاود وليت رحت شهر في الترك وعاود وليت وكانوا عندي دي كونتاكت كان عندي كونتاكت في فريد ستار وكان عندي كونتاكت في كريتاي مازالني مخبي لي جورنو فهمتني ما كتبش ربي برك ما بعتونيش المولوديه الاولى كانوا متريين ترونسفير تاع صيفي رحموني كيف راح باش يحترف واقيل في الامارات ولا عاود ما عطاولوش كوارط وعاود ولا انا رحت للترك بوم العرض ما كانش مليح في الترك ايكيب اسمها فان سبور عاود وليت هادوما كيما نقول لك هادوما الاحتراف والاخر مكتوب ربي تنجم تحترف تنجم ما تحترفش او عندنا في البطوله الوطنيه تاعنا دركاتيك كيما نعطيك ليكزومبل تاع حشود سي تحبوا لا تكرهها شغل ماركه ليستوار تاعو في المولوديه باش نفهموا
نعم، ما ادري دو كاين الناس اللي يقول لك لا لا وراه كبر كذا. خويا ما نساوش باللي شاك فينالي ماركي، ما نساوش باللي كان دي فوا تيخرج بيتر عامل هبطه تاع مولوديا، شفالها هو ماشي هو سلك مولوديا الجروب كاع ميشي نو لا بريبار دي طون ماركي دي بي ديسيزيف. دونك شايف كاي هو ما احترفش. باربعين انا هدف. ايه انا جاب لي ربي هذاك لو ما كون احترف كانت احتراف شغل زهر. هذا ما كان كاين دي جوار موان احترفوا او كيما اسلام سليماني لعب معايا في شراكه انايا يا خويا انا فرحان كي راني نشوفه هكذا زاد بروغريس الله يبارك. اش تعلم زاد تعلم كل واحد ومكتوبه في الدنيا هذه خو. نعم فضيل اعطينا لاعب لعب معاك في مولوديه الجزائر ما تنساش. بنالي بدون منازع بنالي. نعم دوب لو قلت لك علي بن شيخ واش تقدر تقول عليه؟ كان جرون جوار في وقته. نعم في الكثير من المرات قلت بوسري عبد السلام هو قدوتك في المولوديه وجه له كلمه. شوف قبل ما نقول لك على بوسري عبد السلام هو فاميلتي على كل حال، فاهم فاميلي انا وياه سيد لا فامي يعني لا فامي مزوج بنت عمي خوه، فهمت خوه مزوج بنت عمي وراني قلت لك التاريخ ما يتفاصاش. سي لو ميور اتاكون يجاز على المولوديه دو تو لي طون، ما كانش اللي ينحي بوسري عبد السلام ولا ينحي الاسم تاعو ولا نحي هو ماركي 179 بيت خويا في كاع لا كارير تاعو. دونك انا جاب لي ربي سي كيما نقول لك سي ليستوار تاع المولوديه كتبها بيدو. مسير تشرفت كي لعبت عنده في المولوديه. مسير بيان سور هي كاع المسيرين الحق جامي كان عندي معاهم بروبليم. من المسير اللي تشرفت عنده سي محمد جواد، كان يحب لي جوار وكان شغل كان الحق جامي كلنا حقنا شهريه تاعنا دائما تدخل مالغري كنا عنده شويه من 3 ملايين 4 ملايين مي تلقاها في الكونت كل شهر. الموسيين تشرفت بهم كاع على كل حال مالغري كو صرالي بروبليم مع المسعودي، بصح تشرفت بالخدمه معاهم كانت. يعني انا ما نجيبش نقول لك بلي هذوك ما يحبوش مولوديها، يحبوا مولوديها هما كانت يعني الله غالب كيما نقول لك صراع مال اونتوندي بيني وبينهم. وهو ينجم يقول لك بلي صح حاوزناه ماشي راح من مولوديها. دونك هذه هي وما مخاوتو صحابي رضا والاخر مسعودي صحابو خاوتو صحابي نورمال. دوك لو كان تلاقى نسلم عليه نورمال عادي حاجه فاتت هذه سنه الحياه خويا. المصارم في الكرش ويضربو خو ما بالك انت في الدنيا ما تلقاش العراقيل ولا تلقى صح. دوب مباراه لعبتها بقات لك في الذاكره. شوف هي المباراه قالت لي تلعبهم وتربح فيهم يقعدوا لك في الذاكره، فهمت؟ من المباراه اللي ما نساهاش هي مباراه مع جياسكا لا فينال اللي هذيك شغل الشعب قاعد دي بلاصه وشفت كيفاش كانت زبانه كاع ولات مولوديه. دونك لو كان عاودوا ولاو هذيك الغاشي بلا كانت تصرا كارثه. الحمد لله هذيك المباراه ما نساهاش تقعد مباراه تاريخيه في راسي. نعم هدف سجلته ما قدرتش تنساه مع المولوديه. هدف سجلته ما قدرتش نساه مع مولوديه كاين بزاف اهداف بصح الهدف اللي قعد لي في راسي زوج اهداف ماشي هدف واحد ماركيتو مع القبه في 99 تيت بلونجون ودورتها وحده دورتها في 90 بالك من الله ما على بالي شو دورتها كيما البيت تاع مع سطيف هكذاك خوه سوا هذاك الماتش شغل ما نساش باسكو بالك سير بي كانوا البرومي ان بوان علينا ومن بعد ولينا عليهم بدو بوان فهمت. هذاك الماتش كانت مزيره كانت القبه كان عندهم دو بون جوار كان معاهم ديجا كمال قاسي سعيد. نعم دوب سير كلمه كبسوله. كبسوله جبدوها لي في 99 في زابانا ياك لعبنا 120 مينوت 120 دقيقه وكيما بديت الماتش كيما كملت انا الحق حطيت كاع واش عندي هذاك الماتش 120 دقيقه الريتم اللي بديت به كملت به قال لك بلي راهو ضارب او ضرب دوباج كبسوله خرجوا لي تما زعمت مع الاول ومن بعد وليت نحب هذا الاسم ما نكذبش عليك كي شغل اسم الشهره ما تنجمش ترد شنو في الاسم هذا. دوب سجلت هدف احتفلت بالحذاء تاعك على شكل هاتف احكي لنا واش معناتها هذيك. هذاك كومبارازون مع القبه كانت ربحنا 1-0 الى شويه لعبنا بثمانيه خرجوا لنا زوج بالحمراء خرج مساس وخرج العزيزي بالحمراء فهمت.
هذيك السمانه كنا في لونترينمون، كنت انا لونتريني بالبورطابل ندير كيتمان بكري، كيتمان عباك اللي عنده كيتمان بكري بابا نوضني بكيتمان، كتبوا عليا في الجورنال، في الجورنال كتبوا لي فاضل مخلوع بالبورطابل، فهمت؟ انا قلت كان ماركي هذا الماتش نوري لهم بورطابل شنو داير، فورميت هكذاك في الصباط ودرتها، درتها دايب لي هاوليك البورطابل، بورطابل سيريان فورمو هذا ما كان. نعم كاين مناصر قال لك واسمه ايوب يقول لك دوب خدمت في غرب الجزائر بزاف، علاش ما تخدمش مولودية الجزائر وتكون في لجنة الانتدابات والاستقدامات؟ قال لك مثلا تكون مكلف بالبحث عن المواهب في غرب الجزائر لخبراتك مع لازمو، وعندك علاقات كثيرة مع الفرق تاع الغرب، وتقدر تساعد المولودية بهذه الخبرة تاعك. شوف خويا راح نقول لك حاجه درك هاتيك بالك ما على بالهمش بها كاع، وانت الاول راح نقولها لك اقسم بالله جامي هضرتها. انا نهار خدمت في لازمو 7 سنين كان يعيط لي عمر غريب، اروح تخدم معنا اروح تخدم معنا اروح تخدم معنا، الحق ما حبيت نجي نخدم باسكو كان دائما يعيط لي في وسط لا سيزون. العام اللي فات كي خرجت من الحبس عيط لي عمر غريب دار لي كونطرا قال لي تخدم تجيب لنا المواهب كيما راك تقول نتايا، وهذا اللي قال لك هذا السؤال راهو على باله واش كاين. سينيت كونطرا معاهم وحبست من لازم، وسينيت كونطرا معاهم ب 6 ملايين الشهر 2 مليون. واش درت انا كي نحاو عمر غريب جا شكون جا يا ربي لا نسيت شكون جا، جا الصخري نو جا الصخري هذا العام هذا العام وي كي نحاو عمر ايوا كي جا الصخري انا واش درت رحت لزينيت الكونطرا تاعي وبطروني مازالوا بالحياه عاشر بطروني، رحت ليه قلت له خويا انا ما نديش دراهم ما نخدمش، قلت له بيسك انا ما عيطتوليش انتوما، عيط لي عمر ريزيليت الكونترا العزيزي سقسيو العزيزي او العزيزي كان حاضر كي ريزيليت الكونترا، وما حبيتش نهضر كاع وكنت راح نشوف لهم لي جون في الغرب كاع نشوف لهم في الغرب في الشرق فهمت. نعم نعم دونك من بعد هذيك مي تحب الصح يا خو مولوديه مولوديه انا اللي كنقول لك تخدم مولوديه وقلت عاود نعاودها تخدم مولوديه الا نبدا معاهم كي تبدا لا سيزون ما كانش مشكل، الا نبدا في وسط لا سيزون انا لا لا خويا انا ما نجيش نخدم الخدمه اللي يخدموها الناس، نخدم خدمتي انا باش الا بنت انا الا خسرت انا فهمني. نعم مام 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 لو كان زعما شغل يعيطوا لي قال شحال بيجي تاعكم 30 مليار ندي تيتك ب 30 مليار نزيد نرجع لكم الصرف فهمت، باسكو مرضيه تاع الصح اللي يجي يدي دراهم ويروح. بون كاين دي جوار يغلطوا فيهم باش نتفاهموا، كاين دي جوار ما يغلطوش فيهم، وكاين اللي يديروا في جيوبهم، كاين كل كيما دوك مولديه مقسومه لي سيبورتور، كاين اللي عنده جوال يحبوه هاك تعرف، وكاين اللي ما يحبش الجوال هذاك راك تعرف، دوك مولوديه القوه تاعها سي لي سيبورتور، لو كان لي سيبورتور يتحدوا بوالو بوالو دي جوار موايين يدو تيتر كل عام فهمت، والريزلتا مولوديه كل سمانه لازم يكون ريزلتا، تخسر ماتش عارف بلي راح تكون السمانه هذيك كحله، لا غالب هي مدايره هكذا مولوديه مرابطه. فوديل لو تتلقى عرض من إدارة المولودية الحالية تقبل؟ اكتيالمون راني في فرنسا، جيت لهنا نريح مع الدار كاع واش صرالي شغل شغل قالت لي حاجة كحلة في راسي فهمت، علاش انا طلعت لهنا باش نقعد مع الدار يا اخو، الجزائر مستبعد كاع باش نعاود نخدم في الجزائر، مي شنو المولودية كانوا يسحقوا دي جوار منا بعت لهم خويا كاع مشكل منا نشوف لهم كدا الاخر مالغري كاع كي راني بعيد من نتبع توجور الاخبار تاع مولوديه، نتبع لي باج تاعكم، نتبع في الفيسبوك، نتبع بالمولوديه لي ريزيلتا كاع الاخر، هنا جاب لي ربي الكونتري بريني شامبيون ينجموا يدوها مولوديه ان شاء الله. فوديل هل كنت حاب تخدم مع صيفي في المولوديه كمساعد له يعني في التجربه الاخرى تاع صيفي تاع اونترينا مساعد مدرب ولا تكون معه كمانجر ولا لا كل معك كمانجر بالك، مي مساعد مدرب ما نعرفش نخدم في التيران يا خويا نكذب عليك، ما نعرف ندخل التيران ما نعرف نخدم ما نعرف ندير ما نكذبش عليك، ننجم نخدم مانجر تسمك شغل ولا كونسي ولا ننجم لها هذه، مي تاع التيران صعيبه اخويا التيران كنت حاب ماشي هو كنت حاب والله كنت حاب والله كنت حاب، مي الحق انا عمر عيط لي باش الواحد يكون صريح عيط لي، ومام قاسي سعيد عيط لي، قاسي سعيد كاين عيط لي برومالي قال لي بصح ما عاودليش، عيط لي قال لي العام الجاي راك معانا ومن بعد ما عاودليش، دونك ما عاودليش ما عاودلوش انا كانت، مي عمر عيط لي ودار لي كونترا وكاع. دوب حسب رايك لماذا صيفي لم ينجح مع المولوديه كمدرب؟
هادشي ما نجحش يا خويا. صيفي نجح في مولديا كمدرب، نهضروا الصح يا خو، يعني نجح ما كمساعد طولش. مدرب. شوف صيفي كي صرات هذيك لا بوليميك مع كازوني، كازوني هو اللي امبوزا باش يروح صيفي، كاين الناس كانوا يتبعوا في كازوني ولاو ماشي كرهوا صيفي ولاو داروا له مشاكل، عاود راح عاود ولا دار دي زير ريزيلتا. كي جا عمروش شو عاود تخلقت بينه وبين عمروش، بالك والله ما على بالي، ما كنتش مبرونشي بيان. دونك هذه هي شغل، عاود ولا حكم سي ماتش واقيلا سات ماتش، سي ماتش هذوك دار دي ريزيلتا اخويا، الواحد ما يكذبش نجح فيهم. نجح فيهم. ومولوديك تعرف مولوديه دائما شغل عندهم دران زياده، لازم يجيبوا اونترينر غالي، عندهم دران زياده لازم يخرجوهم، راك فاهم. او دوكا زوني سالهم لهم بروبليم ما راهو يسالهم 21 مليار ولا 20 مليار ولا نعم. دوب انت مقرب كثيرا من انصار المولود. نعم دوب انت مقرب كثيرا من انصار المولوديه، وشفناك في العديد من المرات جالس في الفيراج سيت تشجع المولوديه، حدثنا على الانصار وعلى هذا السر. شوف الانصار تاع مولودي يا خويا، كيما يقول لك المثل، كيما يطبلوا لك اشطح يسبوك في يديك، فهمتني؟ هذا هو البيبليك. دوب تقطعت لك لا كونيكسيون، راحت وجات، ما سمعناش السؤال الجواب. سمعتني؟ ما سمعناش الجواب. سمعتني قلت البيبليك تاع مولودي، قلت الببليك تاع مولوديا الا سبوك غلق ودنيك، الا غناو عليك رفد يديك، فهمتني؟ الببليك تاع مولوديا ما لازمش كاع تلعبها لهم حاجه كبيره ولا كذا، باسكو يعرفوا البالون، كاع يعرفوا البالون. بون ماشي يعرفوا بالون كاع، نقول لك كاين صغار مي يعرفوا بالون، هذا شاب دواب. دونك الغاشي تاع مولوديا لازم، لو كان تفرحوا كاين دي ماتش وين تخسر وتخرج بالتصفاق وشفناها، وكاين دي ماتش وين تربح وتخرج يسبوك، باسكو على بالك ما يخرجوش راضيين، فهمتني؟ دونك هذه هي الببليك تاع مولوديا اللي اينيك خويا وحده، ما تنجمش تقارنوا. انا بور موا في الجزائر بيبليك تاع مولوديا صافي با دير لي بيبليك الاخرين، ما كل كولي كيف عندها بيبليك تاعها كشي يشجع الفريق تاعو. مي انا بور موا المولوديا صح، وليد مولوديا انا بور موا المولوديا بيبليك وحده. نعم دوب انت وش صار لك حادث في الجزائر كامل ضامنت معك، وبالخصوص انصار المولوديه وهي قضيه تشجينيكا، وكل صفحة أنصار المولودية وقفوا معك وجه لهم كلمة قضية كلمة. أنا شوف شوف راح نكون معك صريح، أنا كي جا لي البريمي بالوار خويا خالد، جا عندي للحبس، جا عندي جاب لي حوايج كدا، قال لي كش ما توصي وصايا، قال لك نوصيك وصايا روح لجالي الباليرمو وفوفا تورينو قول لهم يعاونوني باش يخرج من الحبس، باسكو ابار ستاد راح يخرجني من الحبس، فهمتني؟ ابار ستاد باسكو في الدولة تاعنا الجزائرية ما يحبوش يكون الغاشي متلايم ويغني، فهمتني؟ قلت له هالك واش قلت له، اقسم بالله قلت له ابار المولودية يقدروا يخرجوني. وصح كيما صارت ياك شفت واش صرا في تريبين هذاك الماتش تاع الثوره جو بونس، ومام لي سيبورتير تاع جي اس كا كانت، تاع جي اس كا كانت ما ننساش وقفوا معايا وقفوا، مي سيبورتير تاع مولوديا كراسا هما وتاع جي اس كا. والحق انا والله ما حسيت كاع واحد كان فرحان بيا كي دخلت الحبس، كاع ضامنوا معايا والحمد لله. كيما يقول لك ديرها مليحه تلقاها مليحه، لو كان جيت انسان ديوت ولا رخيص ولا والله ما يقفوا معك الناس، راك في الحبس دبر راسك حياتك، فهمت؟ والحمد لله وقفوا معايا الناس، خرجت من الحبس يا اخي. انا في هذا ميم صفا لي باج تاع مولدية انفو مولدية الشعبيه تبعت كي خرجت من الحبس، تبعتهم كاين ناس وقفوا معايا بزاف خويا، بيبليو كل يوم بيان سور بلا ما ننسى كاين فاميلتي خاوتي وخواتاتي المراه تاعي وبنتي كانت ضامنوا معايا بزاف ناس والحمد لله. دوب صرحت في احد القنوات انه كاين لاعبين قدامى ما تضامنوش معك، هل انت غاضب منهم؟ والله ماني غاضب منهم، على بالي بلي خافوا على روحهم، كان يكتب كدا كان يكتب تلقوا صراح فوضيل ولا الاخر يخاف صرا له بروبليم كيما صرا لي ليا، نورمال على بالي. مي شنو كانت اموا اللي كانوا صحابي قراب ليا هكذا، اموا يروحوا يطلعوا على العجوز قال يا ودي رانا معاك كدا، الاخر واش تحقي وليدك راهم تما يصبروا هكذا، الاخر داك لي شويه من بعد نورمال عادي. يعني كي تشوف بلي الاقاليه الفئه قليله برك اللي ماشي ما تضامنوش، خافوا باسكو باش ضامنوا معايا في قلبهم على بالي، مي خافوا ونحسن نعاونهم انا. شغل كل واحد عنده عائله يخاف عليها وكذا، فهمتني؟ نعم. دوب اسمح لنا، يقول لك اسمح لنا
كاين بزاف ناس تقدر تتقلق منهم في المولودية. كيفاه يعني؟ يقول لك زعما في لي كومونتير ولا في لي باج ولا كاين ناس يقلقوك. انا نتقلق دابا عليك خويا، ما نديش بروحي ندوز على حاجه ونشوفها، ما نديش بروحي ما شفتش نرجع ديريكت، فهمت؟ وهذه كيما يقول لك هذه مولودي دمهم سخون، كاش كاع المشاريع، فهمتني؟ بصح دي فوا تقول نجي نشوف منشور، نشوف عليا تصويره ولا اخر، ندوز ديريكت نحبش نقرا لي كومونتير باش ما نوجعش قلبي. نعم. دوب، واش تنصح اللاعبين الحاليين للمولودية؟ واش راه ننصحهم اللاعبين الحاليين؟ انا نقول لهم، نقول لهم الحاجه اللي ننصحهم بها، لا بريسيون كي يدخل الستاد ينحي من باله بلي كاين، كاين لا بريسيون وكذا والاخر، وزيد ننصحهم ما يدخلوش في صراعات مع الجمهور، فهمت؟ باسكو تدخل صراع مع الجمهور تخرج انت الخاسر، راك فاهم؟ تسمى جامي تقدر تربح البيبليك، تحوس ترجل مع الغاشي تاع مولودي يا خويا، تم تطلع الكتيبه ديالك، فهمت؟ وقول لهم يا خويا شوف، الا كاين واحد شغل كيفاش نقولوا محدود زعما شغل ليميتي خويا، يسي شي مختلف، وهذا ما كان برك باسكو مولودي شي مختلف، وما عندك ما تخاف مولودي تمسخر بهم يمبرقوا يفيقوا، ونقولوا شوف ليكون بليسي، ليكون بليسي غير ما يلعبش بليسي باسكو تروح للمحبه تاعو، تكون بليسي ديكلاري بلاك بليسي، فهمت؟ نعم. دوب، تثق في التشكيله الحاليه باش تحقق البطوله لو تعود؟ لا يعني نثق كان فيها، تاع البطوله نثق فيها 100%، ما نكذبش عليك نثق فيها 100% كاع، نزيد نقول لك مام المدرب اللي جابوه نغيز خويا، ماشي نمدحو ولا نشكرو ولا غير ما ينحوش يخلوه العام الجاي يشوفوا المولديه تاع الصح، ومسح لازم يديروا على اللي اسمه كيفاش يقولوا لي ليبيري ولي ريكري، اللي يقولهم جيبوهم لي وياخذ المسؤوليه تاعو، على بالي بلي ينجح. نعم. كلمة الإدارة الحالية مع يعني ألماس وباشطة ولا المسيدين اللي راهم فيها. انا بوخ، انا فيهم هاد، فيهم هادو ما نعرف غير باشطه، فهمت؟ الماس والله ما نعرفه، والاخر ما نعرفوش، سيدي سيدي كادر في سوماطراك واقيل، لي باشطه انور ما نهضرش عليه، انا نهضر عليه التاريخ ديالو بلي سيتي ان كرون جوار، داي تريبلي في المولوديه، داي كوب دافريك، شامبيونات، كوب دالجيري، هذاك الوقت يعني نجم نقول لك بلي باشطه انور انسان، انسان كفو وانسان يحب مولوديه، وجامي كان في المولودية كونترير، في 2001 راه هبطنا جا بينيفول، جا بينيفول باش يعاوننا، وانا كراسا باشطا اللي كانيت كنت اونيكول في المولودية، هو اللي قبلني فهمني، هو ولا ما عمروش. دونك انا واش نقدر نقول لك فيهم؟ نقول لك بلي كاين باشطا انور انسان يحب المولودية، والباقي ان شاء الله يا خويا يكونوا يحبوا المولودية، ما يكونوش كيما نقولوا عندهم مصلحة، ولا يخلوا المصالح تاعهم اكوتي ويديروا المصلحة تاع المولودية فوق، فوق كل اعتبار. فوضيل دوب، هل انت مع بقاق سوناطراك او ذهابها؟ انا مع ذهاب سوناطراك، ما نكذبش عليك، تروح سوناطراك وتكون سبونسور معليش، بصح ماشي هي تحكم في المولوديه، تنحي ودير وتحط وترجع وكذا، تروح على روحها خير، تروح على الله يبارك، راهي كيما نقول لك راهي كسبت المولوديه ماشي دات المولوديه، تروح سوناطراك، فهمت؟ ماشي الديسيزيون ما يتخذوش من البيرو من الفوق، فهمت؟ بالتليفون قال نحي فلان ودير فلان، شغل ضامه بيون، وتقعد سبونسور كيما راهي سبونسور، سبونسوريزي في مولوديا دوكا، تجبد روحها متسير وتمد لهم دراهم، هذا ما كان. دوب، بما انك لاعب سابق في المولوديه، واش تحكي لنا على الفروع المنهوبه من المولوديه؟ يعني الفروع اللي غيروا لها اسماوات والدوحه. هل انت مع اعادتها؟ شوف شوف خويا الفروع، راح نحكي لك حاجه، الفروع تاع المولوديه كاين بزاف، ما بانوش مولوديه، مولوديه في 2001 بدات تروح فيها، فهمت؟ في 2001 مولوديه تقسمت، مولوديه ولات برومو سبور، ومن بعد دير هادي، ومن بعد روح هذا، ومن بعد جي بريزيدون هذا، ومن بعد دير بريزيدون هذا، السياسه، الاس اس بي، هكذا الاخر، الفروع المنهوبه ترجع، لازم ترجع لمواليها، لازم ترجع لمواليها الفروع هذه، فهمتني؟ الفروع هذه ما راهي ملك حتى واحد، مولوديه ملك الشعب، انا كنقول لك دوك الشعب هذا تاع مولوديه ديروا تيليطون، الاخران يحط غير 10000 برك، تيليطون يجوزوا عامين بلا ما يسحقوا دراهم، فهمتني؟ نعم. مولوديه ما يملك حتى واحد، مولوديه ديجا بكري كانت المولوديه الشعبيه، بكري كانت المولوديه الشعبيه هكذا، دوك راهي ولات بترولي، ولات مولوديه اس اس بي، ولات شو كاين امور مزيه، كاين مازال عباد عروق تاع مولوديه يعني قدم في المولوديه، المهم هما يتحركوا،
مالوريزمون هما كاين تيعطوا لهم كاس كروت يسكتوا، فهمت؟ يقولوا كاس نعم كروت يدير له شهريه يغلق فمه. نعم فوديل، عندك ثقة في تغير الأوضاع في المولودية، يعني ترجع المولودية القديمة؟ ترجع، لا لا ترجع. اسمع خويا، دوك الشعب راه واعي، الشعب راه واعي، ودوك كاين مواقع التواصل الاجتماعي، هذا حاجه تصرا هنايا تسمحها في الامريكان خويا، ماشي كيما بكري تبعت بريانه حمامه وكذا. دوكا تنجم تنجم مولوديه تولي وتولي وتعيا وتشوف، تعاود ترجع، تعاود ترجع مولوديه باذن الله ان شاء الله. دوب فوديل، بقات نقدر نقولوا عام ونصف على المئويه، واش تتوقع يزيد يحدث للمولوديه قبل هذا الحدث التاريخي؟ خويا نورمالمون هذا حدث تاريخي، ماشي غير حدث المولوديه برك، حدث الجزائريين كامل، فهمت؟ بالان 48 هذه مام رئيس الجمهوريه يكون عنده يد فيها، فهمتني؟ باسكو هذه تقولها مولوديه الجزائر، فهمت؟ ولو برومي كلوب، لو برومي كلوب اللي دا حاجه في لافريك، اللي طلع الاعلام تاعنا في افريقيا، فهمتني؟ زيد اون بليس المئويه تجيك خطره في القرن، فهمتني؟ لازم يديروا لها احتفال كبير. وانا يا راني كونتر، زعما يقول راني كونتر يجيبوا زعما شغل ايكيب من ليترونجي ويجيبوها يديروها. خويا كاين لي زيكيب عندنا هنايا الجزائر، يديروا ان غالا كبير شباب، ودوك لي تيران منا العام الجاي يكونوا دي تيران وجدوا ديجا. كاين حنا صطادنا سان جويي، بصح ما يجيبوش يعطوه لنا سان جويي، فهمتني؟ مولوديه لازم لها تيران في المئويه، الا حبوا يديروا حاجه مليحه يعطوا المولوديه ستاد من الستاد اللي بناوهم في الجزائر. قال هاكم الستاد ديالكم، راكم رايحين تدوا الاستقلال، تتحرروا يا سيدي، ها عندكم الستاد ودوه مي شنو، تخلص الكره تاعك من الستاد ديالك، فهمتني؟ نعم. دوب فوديل، المولودية في أزمة على كل السنوات، لا ملعب لا مقر لا مركز تكوين لا متحف حتى لألقاب المولودية، حتى ألقاب المولودية نقدر نقولوا ما راناش على ما لبناش كأنصار، نحبوا نتصوروا مع ألقابنا، نحبوا نشوفوهم، للأسف ما عندناش مقر هكا نشوفوا. نقدر واش تتوقع زعما كلاعب سابق تتأسف ولا واش تقدر تقول لنا على هذا الشيء؟ انا ديجا كي تقول لي انا عندي تصويره واحده بالشامبيون تاعنا بلاكوب حاطها فوق راسي، صح؟ مين داك نحب نتصور مع لاكوب هذيك، انا نجيب بنتي نوري لها. بنتي جات الصيف اللي فات حوست تفهم على المولوديه، والله قالت لي وديني نشوف لي تروفي تاعكم وكذا. هذا السؤال قلت لي، ديت انا للوسمه الفيلا اللي كانت في بن عكنون، قالوا لي بلي دي ميناجاو الوسمه هذيك، وسمها الجهه هذيك يا ربي، في دو باسان ياك، في العاشور، راحوا للعاشور، فاهم؟ ديجا ما لقيتش وين، فاهم؟ ماذا بيا يعاودوا ريكيبيري وكاع لي كوب ويديروهم زعما كيما نقولوا في الستاد تاعهم، هذا الستاد اللي كان يعطوا لهم كاش، الستاد تاع الدويره ولا الستاد تاع بالرقي ولا الستاد، المهم يعطوا لهم الستاد لي مولوديه، تولي ميم سيبورتير كيروح يزور يروح يخلص دراهم، ما يروحش يدخل باطل، فهمتني؟ ومليحه ليكيب ومليحه اللي اسمه للناس باش يعرفوا التاريخ تاع المولوديه. نعم فوديل، خلاصونا الاسئله، نقولوا لك حاجه، دوب اسمح لنا طولنا عليك بالاسئله، ولكن خويا انت قلبك كبير بزاف، وكامل نحبك ونعزوك ونتمنوا لك غير الخير، ربي يوفقك وان شاء الله تكون في المولوديه مستقبلا، وتشرفنا بحوار معك ان شاء الله يا خويا. انتم قلت يعطيكم الصحه، وانا واش راه نزيد نعاود نقول حاجه يا خويا، اني حاب نختم بحاجه، نقول ان الناس لما يقولوا باللي راح من المولوديه وخلى وليدها وراح وخلاها الاخر، انا قلتها لك نعاودها، انا حاوزوني ما نزيدش كاع نهضر، باسكو دي فوا تيديروا تسوال تيجي واحد الكومونتير، هذا يا راح وخلاها، وين راه تخليتها سي محمد؟ راه تخليتها انت في عمرك 5 دور وجاي تهضر انت عليا انا، خلي اموال الناس الكبار اللي قدي ولا اللي اكثر مني، باسكو تلقى واحد قدي ولا واحد اكثر مني اللي يعرف لي السؤال، دونك خليها كيما راهي، وان شاء الله المولوديه تعاود تولي كيما كانت، ويعطيكم الصحة. الصحة بارك لكم، الله ربي يحفظكم خويا، الله يعيشك، بلغ لي الصحة تاع مولودي يا خويا، الله يعيشك خويا، بارك الله فيك، السلام عليكم، صحة صحورك، صحة، السلام عليكم، يعطيكم الصحة، صحة.